بعمل لك ايه؟ ما انت مش مخليني اقابل امك ولا المحروس اخوك. نقرا فاتحه على الاقل. هما مش بيقولوا برضه ورق كله عظيم حنه؟ انت مستعجل قوي كده؟ انتي مبسوطين ونحب بعض اهو. صحيح يعني بتقعدني في حته توقع نصكم، بس اعمل ايه؟ انا نازله يا ماما، عايزه حاجه؟ ايوه يا حبيبتي، عايزه جلاد بني وتيكت وست كراسات صفحه وصفحه. حاضر. سلام يا ماما. استني هالة، عايزك خير. ترجع على الساعه كام؟ الساعه 8 كده ان شاء الله. عايزك تبي تقولي لمحسن لو يقدر يعني يسلفني 500 جنيه لغايه اول الشهر. مش هينفع يا بابا، لما تبقى ترجع له اللي عليك الاول. طب مش عايز تاخير بقى؟ ها، حاضر. سلام. سلام. ازيك؟ عاملة ايه؟ كويسة. النهاردة عندنا زباين كتير قوي، 5 في عين العدو. 5؟ دول كتير قوي. انت قدها وقدود. ايوه بس انا عندي مذاكرة كتير. معلش بقى، موسم، كل سنة وانت طيبة. ايه ده، انت بتاكليش ليه؟ الاكل هيبرد، ممكن بابا يتأخر. يلا حبيبتي كلي. هاي بابي، انت مش هتيجي تتعشى؟ لا انا مشغول شويه. قول انت. بابي، بابي. ايوه يا مروه، في ايه؟ اكلتي خلاص؟ مش جعانه، عايزه فلوس. خدي اللي انت عاوزاه. خدت 100 جنيه. انا رايحه عند حنان اذاكر عندها. اوكي، متاخريش. ها، الو. ايوه. لا لا، ولا مشغول ولا حاجه. انت فينك يا راجل؟ اي خدمه يا نسا؟ لسعتيها في الخدمه. لا شكرا، ربنا يخليك. ازيك يا حودة، عامل ايه؟ انا الكوباية شاي النمائية تستاهل بقى. انت مالك لابس كده ليه؟ اصل بشتغل بعد المدرسة مع الأستا عطية صاحب الورشة دي، وعامل الشاي من صنع ايديا. والله برافو عليك. امال ايه، ده ناستا ميكانيكي قد الدنيا. انا اذنك بقى، اصل ما استغناش عني سنة. مش يا استاذ محمود، اتحلع شوية. شفتي؟ مش قلتلك؟ طب يلا. تحدد اللائحة التنفيذية وتحطها في مجلات دعوة الجماعة. عمل لها حق. تسلم ايديك يا ست الكل. تسلم يا حبيبي. تعب نفسك يا فندم. لا ولا تعب ولا حاجه، لازم تاكل وتتغذى، الامتحانات قربت. يا رب يا بنات تنجحوا اخر السنه دي. ده الايهاب اللي بيذاكر لنا يبقى اكيد هننجح. طبعا، مش خريج هندسه بتقدير جيد جدا. وديكي شايفه اخرتها، حد تعمل في محطه بنزين، 7 صنايع وطلع صايع. ما تقوليش كده، بكره هتشوفي ايهاب هيبقى ايه. هيبقى ايه الملف الساعد؟ انا نازله اجيب قماش لما اجي اخوكي محمود على الشيء. هم انا بقى منك شويه عشان تركزوا. ها، على اقل من مهلك. هحطهولك على نار هاديه. مالك ايه؟ رفضوا يدوني الفيزا. ما تزعلش نفسك، يمكن الوظيفه اللي انت مقدم عليها تديلك. كان نفسي اسافر بره اعمل شويه فلوس عشان لما تقدم لابوكي ما يرفضش. وانا بقى ما كنتش عايزاك تسافر تتبهدل لوحدك. انت ما سمعتش عن اللي بيموتوا في البحر بسبب حلم السفر ده؟ وايه الفرق؟ انا كده كده متبهدل هنا، وبعدين في ناس سافرت بره ونجحت. كده مش فاضل لي غير الخليج. انا ممكن اكلم بابي، عنده اصحاب كتير هناك. ايه رايك؟ مش عارف، هكلمه. بطل كئيبه بقى، حنان زمانها راجعه. I'm going to die.
ايه ده؟ بتعيطي ليه حبيبتي؟ ايه ده وبعدين ما اكلتيش ولا خدتي الدواء كمان؟ لا بس زعلانة على ندى يا ابني، عمالة تضحي عشان اخواتها. ما تقلقيش على ندى يا تيتا، بكره ندى هتتجوز تبقى زي الفل ان شاء الله. المهم احنا لازم ناكل كويس وناخد الدواء عشان انا مش عايزه اقلق عليكي بر من ورا شغل. بس يا محسن يا ابني، ندى دي بتفكرني بامك الله يرحمها. عايزه الله يرحمها تيتا. يلا مكتوب وانا في اخر سنه في الجامعه. حصلت البركه يا معلم. كانش له لزوم التعب ده، احنا مش عاوزين نعطلك، هما كلمتين عاوزينك تشوف لو نقدر نرفع قضيه على حماه الواد ابني ده. ليه كفلنا الشر؟ ده ست نجوى ست طيبه، وبعدين هي مش مقعده يعني ابنك ومراته عندها في البيت؟ ده ناس مالهاش الا مرك في الراحه. كانت دوام الحال من المحال، لكن الوليه اتجننت وعاوزه تتجوز. غارت لما شافتني مالي بنتها. بس يا واد بص بقى يا معلم، القاضي يقدر يطلق اي نعم، بس ما يقدرش يمنع حد من الجواز. ما انت لو جبت لنا افوكاتو جدع هيقدر يمنعه ويمنع ابوها كمان. افوكاتو جدع، افوكاتو جدع، افوكاتو جدع. طب بقول لك يا معلم، انت مش بتقول ان الست دي نفسها تفتح لك جواز؟ طب خلاص تقوم انت بالمصلحه دي ويبقى زيتكم في دقيقكم. ولا انت يعني لما اخذ العظمه كبرت؟ كبرت كبرت ايه يا استاذ؟ ده نصبه مني. طب خير، يبقى على البركه وربنا يتمم بخير. انت تستاهل 100 جنيه مش 50 جنيه. الله يصلح حالك. يلا يا هلا. الف شكر يا معلم، نورت نورت يا استاذ. يا بركة دعاك يا أمه، كلها حبة من دول واجيب أحلى جهاز. بقول لك إيه، أنا مش هقدر أشتغل بكرة، تعبانة جدا وعندي مذاكرة كتير. يا ماما مذاكرة إيه؟ اللي ذاكر ذاكر واللي نجح نجح. الحياة اعملي لك قرشين ينفعوك بعد التخرج بلا خيبة. أشوفك بكرة. دكتور فوزي منزل اسمك من ضمن المحرومين في اداره الاعمال. ايه عملها فوزي؟ معاه حق، ما انت نفضله على طول. ايه الغلاسه دي؟ وبعدين ده راجل خانق، احضر له ليه يعني؟ ده اول ما بيفتح بقه بنام. طب ويا حده هتعملي ايه دلوقتي؟ هروح له طبعا، ما فيهاش كلام، يا قاتل يا مقتول. بقول لك ايه، بلاش الجنونه بتاعتك دي، لا يحرمك من امتحان اخر السنه كمان. ده غلبان بس كل الموضوع ان شمس الخليج سيحت له الجمجمه. هو كان في الخليج 15 سنه وعاملهم على قلبه قد كده. متجوز؟ لا مش متجوز، ومالوش في الموزز، ومن البيت للكلية ومن الكلية للبيت. لا 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 لا، مالوش في الموزز. هنشوف. ايه ده مش حاسس؟ حدثني بالمرة، مش حضرتك طلعت فرماني ما اخشش امتحان الترم؟ حضرتك ساكت ليه؟ اسمك ايه؟ حنان منصور. حنان منصور، انا متذكر الاسم ده. ممكن نعرف يا انسه حنان منصور انت ما بتحضرليش ليه خالص؟ اصل ايه؟ اصل يا دكتور انا ظروفي وحشه قوي. ليه في ايه ان شاء الله؟ ماما يا دكتور تعبانه خالص. مالها تعبانه؟ ما احنا كلنا تعبانين. لا تعبانه قوي قوي، تعبانه خالص يا حبيبتي يا ماما. طب خلاص خلاص ما تعيطيش، انا ان شاء الله هرجع كشوفات وهبقى ارفع اسمك منها. ميرسي يا دكتور، انا متشكره قوي لحضرتك. انا مش عارفه اقول لك ايه، ربنا يخليك ليا يا رب، ما يحرمنيش منك. انا اسفه يا دكتور، ميرسي. بطلي الدبوس هيشكك. اصل بنتك دي يا طنط تنفع ممثله والله.